طبعا الان يعرض في كتارة خلفنا فيلم الريان، طبعة الريان اللي حصلت سنة 1970 من القرن الماضي، وتحكي باختصار قصة المركب اللي طبع، اللي طلع من الدوحة وطبع وهو رايح طبعا خليج فارس. نرجع مساك الله بالخير انه اخذها يا مرحبا. وين اللي بالتبراه؟ وين اللي بيب؟ راحت التبرة، احنا راحت علينا التبرة
لكن ننطر الدانه من عندك يا ابو ان شاء الله من عيوني. وهذه الحمد لله السنه بخليك تقدم وياي ان الله اعطانا طوال عمر سعيد البرنامج. اول شيء عرفنا على اهل مشبك محمد بن عبد الله الساده هو بيعرف عن نفسه وبيقول لكم. تفضل تفضل. ولدك محمد بن عبد الله بن حسين الساده. ونعم ولد الدكتور الله يغفر له. الله يجزاه خير ويغفر له المسلمين. الله يجزاه خير. لغه عربيه ونبط. الله يرحمه ويغفر له ويغفر لجميع المسلمين. آمين. ان شاء الله. انا واحد من اليزوه اللي شاركوا في الفريق الوحيد اللي مثل دوله قطر في مسابقه الغوص على اللولو. والحمد لله على كل حال، طبعا احنا يشرفنا ان احنا مثلنا بلادنا اليوم ودخلنا وشاركنا كل دول الخليج. وعشنا تجربة أبانا وأجدادنا في الغوص وذقنا بعض اللي ذاقوه من الشقة والتعب والنصب، وكانت تجربة حلوة، ويعني الواحد إذا جربها مرة وده إنه يكررها مرة ومرتين وثلاث. أول يعني مرة إلا على الغوص؟ لا جربتها من قبل، لكن تجربة النزلة هذه يعني كانت يعني هذه الدشة كانت شوي أصعب لأن الجو فيها بارد. الجو بارد صح؟ الجو بارد لا وهواء، وكان هواء على هواء ومطر، وانه اخذ قاسي عليهم يا ابو مشعل. لا قاسي عليكم صحيح؟ ساعات تشوفها الحين والله ان اول قرصه الصبح هذه ايه هذه قالوا حسيت انهم يتهاونون، فقلت لهم احنا نمثل قطر، ومن اقول له تمثل قطر يفز والله من فراشه يا ابو مشعل ويطب. اقول لهم يا الربع اصبروا شوي، لكن الحمد لله بيض الله وجهك وياهم ولا يهونوا الحاضرين. يعني زين من هالتجربه انت كشاب ايش طلعت فيه؟ والله التجربه اول شيء اذا انت حسيت انك تعيش تجربه وحياه ابانا واجدادنا طلبهم للرزق من البحر، وان هالفتره اللي احنا اصلا اخذناها يعني رحنا ثلاث ايام بس هم كانوا يشمون بالشهور. وش رديتوا من الغوص؟ ايش حصلتوا؟ من المحار تقصد؟ ايه من المحار. الحمد لله حصلنا كميه طيبه، لكن إيه. سبحان الله يعني هي توافق مثل ما كان الاولين يدخلون اللي فهم يرجع فهم. وعنده رب العالمين يرزقه من القماش ومن بعضهم يخسر. اول يوم ابو مشعل اللي هو امس ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظهم ويحفظ كل اللي معانا 2000 محاره 2000 وشوي. انتم محمل واحد؟ محمل واحد، واليوم تبارك الرحمن 4200 وشوي. فلقتوا؟ امس فلقنا والله يا ابو عمر شوي ولقينا سحاتيه، طبعا احنا معروفه محاره البري ما تسوي ذيك. الحين المحامل هذه كلها على هير البري؟ كلها على هير البري وتبارك الرحمن تشوف كم الاف مؤلفه. اي نعم. على تروح الخليج ايش بتجيبون؟ ما شاء الله ما شاء الله، لا يعني تبارك الرحمن والله كلهم ولا قصور في ولا اي واحد. لفان ولا شاقي والله على اي هير بتلقى لك القاصه ما شاء الله ابو مشعل كلهم تبارك الرحمن قاصه اللي وياي كلهم قاصه وسيوف، ما فيهم واحد سيب بروحه، لا هو سيب وهو غيص مثل ما يقول المثل، ما ساب عليك الا غيص وما شاء الله عليهم ولا قصور فيكم كلهم بيض الوجه ابو مشعل. بيض الله وجوهكم وما قصرتوا. وزين الحين بتفلقون ولا منفلقين؟ والله احنا يبنا شوي حق شيباننا اللي موصينا. زين واحد من شيبان انت؟ لا واحد والله يا ابو مشعل ال 4000 موجوده ومن عيوني الحين توصلك. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. الله يرحم والديك. ارجع لاخوي محمد المطاوعه مدير الامن في كتاره. محمد الله يعطيكم العافيه، ما قصرتوا، كان اللود عليكم كبير، كان تعبكم واضح، كنتوا يعني صراحة شعلة من النشاط، انتوا كلكم من أكبر راس إلى أصغر راس صراحة ما قصرتوا في هذا المهرجان. أبيك تكلمني عن الأعداد الهائلة اللي جاتكم من السيارات ومن البشر. والله شوف، أولا احنا كأمن يعني نحاول قدر المستطاع أن ننفذ تعليمات الإدارة في كتارة، وكذلك نحافظ على أمن وسلامة كتارة من مباني من ممتلكات من ناس يرتادون هذا المكان. واجبنا الامن والسلام اولا. تعرف كتارة بفعاليات الكبيره والكثيره وما شاء الله يعني الاف مؤلفه، عندنا احصائيات تشير الى يعني ما يقارب احنا في غارب، انا اقول لك يمكن في الحين الفعاليه هاي مع 150,000 150,000. اي نعم. والسيارات طال عمرك؟ السيارة في حدود مع 75,000 سيارة. هذه يومي ولا
هاي على سمك احنا تزداد هذه الاعداد في الفعاليات. اما اليوميه ما يقارب 20,000 سياره الى 15,000 زائر. نتكلم عن فعاليه مهرجان المحامي التقليدي. المحامي التقليدي ما يقارب 100. انا عندي اليوم مو محسوب اليوم بكره حسب الساعه. محمد الحين بتشوف الصور وابيك تعلق عليهم انت بنفسك. نشوف المخرج يحول لنا الصور على اساس انت تعلق لنا. هاي هاي طال عمرك اول يوم الافتتاح جانا الساعه 5 4 ونص الى 5 ان ارتفع منسوب البحر. هذا الاستوديو مالنا صح؟ اي نعم. زين ارتفع منسوب المياه وكان ماخوذ منه رمل في كان في يوم من الايام حتى اخذوا منه رمل وصار هو يعني نزول إيه؟ فتعرف ان البحر ارتفع لازم يسوي من نزول طفع البحر علينا. يا الله طبعا. وفي نفس الوقت الموي كان مضطرب وعقر السيف. شوف الحين الصوره اللي قبلها كانت المجلس اللي قدامي. اي نعم. مال كبار الضيوف. اي نعم. هذه شوفها يسمونه سكر باشا. اي نعم. هاي سكر باشا دخل. هاي شوف ما شاء الله الحين الكنديشنات مغطيه. في مكيفات هنا مغطيه. وصلها مغطاه. شوف ما شاء الله. الشباب يعني ما قصروا يعني قاوموا ويعني وبذلوا جهد كبير عشان الفعاليه تنجح. شوف هذه مكان هاي مكان نعم. فبذلوا جهد كبير يعني من جميع يعني تفاعل جميع اداره كتارة تفاعلوا يعني تدمرت قبل ان نطلع الهواء يمكن بساعتين. قبل ان نطلع الهواء بساعتين تقريبا. يعني هاي بذل جهد كبير عشان يعني الافتتاح يتم والفعاليه تصير تاخذ مجراها. بيض الله وجوهكم ما قصرتوا. كانت ظروف يعني صراحه مريتوا فيها. احنا ما عملنا خاصه كان يوم الاربعاء على ما اعتقد كان يوم صراحه عاصف. شفنا جهودكم حاولنا يعني قدر المستطاع ان نوثق ولو جزئيه بسيطه من الصور. هاي انا كنت بتصويره تقريبا الساعه 9 جاني الخبر الساعه 5 جيت على طول وثقنا الصور. انتم متى جاتكم العاصفه؟ 4 ونص. 4 ونص الفجر. 4 ونص تم البحر يضطرب. اضطرب البحر موي موي كل حاجه لين يعني عقر من يعني هاي الارتفاع منسوب المياه من ناحيتين عقر السيف البحر موي عقر السيف ودخلت ومن نفس الشيء نبع الماي من تحت عشان يتساوى مع سطح البحر من الانخفاض. عموما ما قصرتوا. احنا ما عملنا الا الواجب. بيض الله وجهكم. ابو صقره بيسمع موال. بعد ناصر الخلايف يقول لك تبي يبيك تجرحه. مو هذا مو فل فجري لازم فيه الموال وما سموه فجري اللي يفجر. ما وديت وياك فرقه انت هناك مع محام. انا شاريه هو لكن بايعني. حتى راسي عزيز وغالي. اي هو بياع. تامر انت دلل بس. سمع خلني اسمع شيء. يا عمر ليش هي طبعك ما يجيب الراح خليت ولفك يصفق راحتين براح نظر نظر إليه من قدم ونظر إليه من راح أنهش جفوفي وبات الليل ماني عدن يليك ملبان ويليك ملبان وطوله ما يضمه عدن شي يضر اللي صار طبعك هو مثل طولك عدن ليزاني طبعك وطولك طاب شرب الراح وامر تدلل يا ابو مشعل. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. طبعا ما زال عرض فيلم طبعة محمل الريان يعرض كل ساعة أو ساعتين تقريبا ومدته حوالي 6 دقائق تقريبا بالماي
طبعا هو يحكي قصة الطبعة اللي محمل الريان اللي طبعه وهو متجه من قطر إلى فارس في بر إيران. تعال يا إنه خذه. تعال يا أقول يا طواش. زين. هذه. هاي تعتبر فص من الفص. اي نعم. هي بدل بين هذه سلمك الله من بين الرويبع والذيل. هذه من بين الرويبع والذيل. زين. هذه كم تشو؟ هذه ما تعتبر طلعة عن ناقصة عن الشو يعني. بس. اي نعم. ناقصة حتى عن النص الشو. نص شو. اي. بألف ريال. يعني تقريبا زين. واذا الحين طال عمرك والباجي هذه شو هذه قماش. اي قماش بس في بعض في بعض الرابعه وفي السحتيت. هذه الرابعه تقريبا زين وفي بعض من السحتيت زين. هذه طال عمرك القماش هاي الاسود هاي مخشر طبعا هاي مخشر ها. اي نعم. هذه ما ينباع. اي نعم. ينباع ولا لا ينباع؟ ينباع بعد تاخذ بعد ولا حسبت يعني. بعد حسبه. اي نعم. يعني هذه بس هذه يعني بس ما اعتقد يعني يعني لا احنا نطلعه عن القماش ذي نطلعه تطلعونها يعني القماش يطلع عن القماش عشان القماش يطلع نظر له. انا اقصد طال عمرك هذه هاي رصاصه هاي فولي طال عمرك هاي فولي اي نعم. شوف على حجمها لكن خفيفه اي داخلها الياف مو متكاملة فيها يعني الياف في وسطها يعني هاي ما لها نعم. لها ثمن كل شيء له ثمن والله شيء اي نعم كل شيء يعني كل ما ينطح منها شيء والله شيء اي وحين بعد ما ينطح منها شيء المحارة زين الحين طال عمرك نعم هالصغار ذيله السحتيت اي نعم هاي استخدامات اللي يسوونها مقمش فيه بعد يسوون له مقمش زين ويخرقونها بعد دي زين عاد ما الاول عندهم درابيل تشوف البط هذه البط هذه بعد على اللي يخرم سلمك الله لازم يفتح اي ويعرف لله زين طال عمرك شوف 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 اللحم هني شلون شوف 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 نعم واحدة ثنتين نعم ثلاث أربع شوف واحدة ثنتين ثلاث أربع نعم زين هذه هاي شو يسمونها أي واحدة منهم هذه الأربع ذيلة شوف ذيلة كأنها مفصوص فصين أكبر ما تحت الحمى اللي تحت الفلس قصدك اي نعم هذه يسمونها رابعة طال عمرك هاي رابعة من عقب القماش هي تنعد الحين تنعد تكبر زين الحين هذه احنا نقدر نسميها تبابة ولا شو نسميها؟ لا هذه فلس لا مجموع ما نسميها تبابة هاي فلس ليش؟ لأن طلعناها من الفلس ذيك الساعة نسميها تبابة يعني ما دامت يعني موجودة مال أربع دشات مال خمس دشات يصير تبابة زين التبابة لها عدد معين؟ لا ما لها بس في تبابة كبيرة وتبابة صغيرة على حسب البحر والمجموعة اللي موجودة وبعدين أنتم كطواويش تعزلون كل شيء بروحه طبعا تنخلون النخل طبعا طوس اي نعم في طوس نعم في طوس تنخلها نعم كلها تنخل وبعدين تغير تغير اي نعم في الدائرية بروحها ولا في البدلة بروحها زين ولا في المخشر بروح انت كطواش الان طواش شاب طبعا نعم نعم سمعت عن اكبر مثلا دانه ولا اكبر قماشه بيعت بكم في يوم من الايام هاي سلمك الله كانت موجوده عند الذواوده في البحرين وهي معروضه في متحف في فرنسا حق يتسمى واحد من عيال الدواود الموجودين كانوا البحرين وخذته واحدة فرنسية يقولون الشيبان إنه مخذته بخمسة وسبعين ألف ديك الساعة ربوية إيه ربوية في الثلاثينات أنا أتكلم ما شاء الله إيه الحين موجودة في فرنسا يقولون إنه موجودة ومكتوب الاسم عليها وكل شيء وطلعت واحدة بعد من قطر بالنفس يعني قد بيضة اللي أتكلم عنها قد بيضة حمامة الياكريم ذي الصغيرة دانة الدانة هنا وفي منها الشيرين هي اللي تنحط حق التراشي والقلب
هي الطوالية نفس الدمعة. الحين طول عمرك أنت كطواش لما تشتري القماش أيضا تروح مثلا تصنع من جديد ولا لا تشتري وتبيع بس؟ لا في بعض يعني يجونك تجار مثلا تجار من الهند من كذا للحين لا سوق للحين سوق عمار مثل ما يقولون. هذه حية 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 حياته هذه القماش زين وطلعت كتارة بعد كتارة كتارة زادت 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 في البيع والمشترى مالي والله شيء اي نعم لأن هذه يعني حياء بالعرض اللي نحن نعرضه الموجود والناس اللي جالسه يعني تطاوش فيه في الكويت في البحرين وفي في قطر. ابو محمد هذه شنو هذه الصغيره شوف هذه لا يروح هذه الصغيره ايوه هذه سلمك الله هذه تعتبر ذيل ذيل اي نعم احنا ما قصد انها ترتفع عن الرويبعه اللي هني الرويبعه نعم نعم هم يتجمعون سبحان الله بعضه يتجمع هني بس الدانتي هني دائما دائما نعم نعم الله عليك انا عندي سؤال حق تفضل. تفضل بعد ابنك انا الله عيس بعد ابنك اخوي العود ابو محمد انا شفت ابو مشعل ما شاء الله يسلك لكن انا بعد في خاطري سؤال عن المجهولة مرت عليك ولا مهيولة ايه المجهولة نعم المجهولة والله ما مرت علي بس ان المجهولة هي تعتبر ان يعني تنعكس على اللون مالها زين هي واحدة يعني هي مجبور مجازفة لا يعني محتاجة واحد ينظف جوهري الحظ نصيبه جوهري ايه جوهري نعم. جوهري وتبي واحد من 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 يعاملها انت تعرف هذا صدق انا يعني مرت عليه يعني عشان يطلع لها القماش مثلا هل في يدي نعم يقول لك الاول انه خذه يعني بعض من واخذه كان حتى عميان يقول لك لقوها قال عطني اياها حطاتي قال داني يا ابوك لكن فيها شو اسمه فيه يلسه شوف فيه يلسه نعم فيه يلسه يعني هاي يعتبر عيب الجلسة دي صح ولا لا؟ هما صحيح لي اي نعم يعني في اليلسة وفي مسمار بعد موجود اي يعني يحطون لسانة يقعد يقعد زين يدوزنها الله وقفت داني يا ابوك لكن فيها عيب فيها يلسة سبحان الله يعني بعضهم يشيلون القشر من عليها اللي حطها بعلجه إيه؟ يشيل القشر من عليها بعد عندك ابو ناصر بس بيض الله يكون والله كنت ابي اسال على المجهولة يعني بعد اذنك إيه عاد واستبرنا يعني في عدة مرات إيه؟ عدة أشياء في المجهولة ساعات تحصلها في الدست نفسه زين ملصوقة بس ما بعرف فأنت هذه هل هي قماشة أو هي بس طرطور موجود داخل خالية يعني ما في شيء ما في شيء إيه؟ هذه تعتبر مجهولة مسكوك عليها يعني وفي ناس في حظهم يأخذون في حظهم مشي. حد ينجح حظه يعني لان الوالد هو المشترى يوسف عسل الله يعطيه طوله العمر وياكم ابو مشعل اول مشترى له في الغوص ويا ابوه الله يعطيه طوله العمر وياكم شرى واحده 300 ربيه من عند الامارات ولين الحين يذكرها ما شاء الله خذها ونظفها وعدلها قال لي مجهوله وطلعت واحدة من أربعة يمكن صحيح وهذه رزق من الله هاي رزق من الله سبحان رب العالمين بس تحتاج مثل ما سمعنا يعني جوهري نعم يعرف لها لازم يسكبها نعم محمد بعد هالتجربة ايش تبي تقول حق الجماهير اللي زاروكم يعني هل توقعتوا انتوا هذه الأعداد الهائلة من الناس علشان هي طبيعة الحال الكتارة جذابة لهاي الجذابة للزوار هذه بخصوص يعني نحن نسعى دائما مثلا في تميز كتارة فيها تميز كتارة يعني نحن نسعى ان الناس اللي يجونا يجون ويرجعون لنا مرة ثانية بحيث أننا نتعامل مع الجمهور احنا أمن صحيح لكن لنا تميز بالتعامل مع مرتادي الحي بحيث أننا يعني نترك لهم بحيث أننا نحافظ على عدم مضايقاتهم نحافظ على سلامتهم نحافظ على أمنهم في كيف جميع النوع في جميع متطلبات الأمن اللي احنا ما يعني محطوطين لأجله يعني أنا يا ناصر الخليفي كتبت موال زين أبيك تسمعه على حلة
يقول أنا قطري سيف البحر ياري، أنا اللي قصت البحر في محمل ياري، الهير يا عزوتي جاسيته أنا مياري، يا ما على يال البحر من نهمه ويا مال، وما ويا ما رفعنا الدقل وشراعنا بيا مال، ويا ما احنا عانسنا التعب يوم زمننا مال، الحكم حكم الله وحكم انه اخذه ياري. اعزائي المشاهدين، في نهاية برنامجنا ودي اشكر ضيوفنا، اشكر محمد المطاوع مدير الامن في كتارة، عمر بصقر بيض الله وجهك، ابو محمد بيض الله وجهك وما قصرت، جزاك الله خير. ناصر يعني انا سعيد بوجودك معي اليوم وامس، والد الساده بيض الله وجهك، ومن ان شاء الله الى الاعلى ان شاء الله نشوفك سنت جاي نعطينا وياكم ان شاء الله. عمر ايضا نشكر كتارة على كل التسهيلات اللي قدمت لنا خلال هذا البرنامج، واخص بالذكر طبعا الاستاذ احمد الهتمي بيض الله وجهه ما قصر، والمؤسسه كلها حقيقه ما قصروا معانا، يمكن احنا اللي قصرنا. لذلك كنا سعداء في هذه الايام الجميله من كتارة. اشكر طبعا المخرجين اللي معاي، محمد ابو كريم، علي الساده، وكل الاخوان اللي خلف الكاميرات بيض الله وجوهكم وما قصرتوا وسامحونا على القصور. والحين نروح حق فرقه محمد حمد بن حسين، نشوف اظن عندهم بعد فن حلو راح نتابعه وياكم، ومع السلامه. الله يحفظك. اليوم
في ده الشتاء يا زوار.